اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خل المقادير تمضي لا تغالبها، فإن من غالب الأقدار مغلوب. إن القضاء لسيف لا يقاومه شيء من الخلق إلا وهو محبوب. وامشي رويدا مع الأقدار في مهل، فإن من يكره الأقدار متعوب. سلم وفوض لحكم الله محتسبا، فإنما الأمر مقضي ومكتوب. والله يقضي بما شاء وكيف يشاء، والعبد عبد ومخلوق ومربوب. ولم يزل ربه الرحمن يكلأه باللطف والحفظ محفوف ومصحوب. حسن ظنونك بالرب الكريم ولا تسيء ظنا فتبقى عنه محجوب. واعمل لنفسك أعمالا تسر بها، فكل ما يفعل الإنسان محسوب. إن كان خيرا فخير سوف يحصل، أو كان شرا فتنكيل وتعذيب. يا ويل من ضيع الأعمار في زلل، وكل من كسبه الآثام والحوب. واطلب علوما مع إقبال مع عمل، فأنت بالعلم والأعمال مطلوب. واحذر زمانك هذا، إنه زمن به المناكير شاعت والمعايب. فكن وحيدا فريدا خاملا حذرا، فإن فيه الأقاويل الأكاذيب. والظلم فاش بلا لوم ولا نكر، وللمساكين تخويف وترهيب. فكن لبيتك حلسا لا تفارقه، إلا لشيء له في الشرع تصويب. واذكر إلهك ذكرا دائما أبدا، فالذكر بالذكر مقرون ومصحوب. وذاكر الله، الله يجالسه، فاجلس مع الله تأتيك المواهب. واطلب من الله ما تحتاج أجمعه، فالخير يا ذا لديه والمطالب. لا تسأل الله كريم الوجه خالقنا، فعنده الفضل والإحسان مسكوب. واعكف على بابه في كل ما نفس، فإن نسيانه يا صاحبي حوب. وكن أخي بحبل الله معتصما، فكل حبل سواه فهو مقطوب. واسلك على سنة الهادي تفوز، وفي أولاك ترضى وفي أخراك محبوب. ففي اتباع النبي الخير أجمعه، عليه منا صلاة ربي يدوب. تغشاه والآل والأصحاب أجمعهم، ومن لمذهبهم في الخير منسوب. والحمد لله رب العالمين.